بحضور أساتذة ذو خبرة في مجال الطاقة والصناعة، نظم نادي اس بي او التابع للجامعة باتنا 2 يوما مفتوحا حول إنجازات المرأة في مجال البترول. كل عام على الأقل طالبين يكونوا يديروا هذه التجربة، هذه يجيب البروجي تاعهم من المصري يخدموا ويواصلوا تغيير، دونك يديروا هذه لي زاني حتى بون جا كان غير توقف في الكورونا، دونك ما كانش هذا النشاط توقف. اون 2019 كانت سنه من بين زوبجيكتيف، كنت باغي نكري ان كلوب سانتيفيك اللي يكون يدير همزه الوصل بين الجامعه والاندستري. اس بي هي لابريفياسيون تاع سوسايتي اوف بيتروليم انجينيرز، تكريات باه تلم باه تخدم دي انجينيور دي ستيديون دي اكسبير في الدومين تاع اويل اند غاز في العالم كامل، متواجده في اكثر من 154 بلد في العالم كامل، في الجزائر عندها 3 فروع. هذا اليوم المفتوح عرف توافدا للطلبه المهتمين بالمجال حتى يتمكنوا من معرفة واختيار مجال الطاقة كمنصب عمل في المستقبل. اليوم راني جيت لهذا ليفينمون لاس بي او باش نشوف العلاقة ما بين هذا المجال وش هي العلاقة تاعو مع الجانب الجامعي. هنا كيما نقولوا حنا السبب اللي خلاني نجي هو فضول باش نعرف واش كاين بكري. تحصل لي شرف باش نشوف بريزونطاسيون تاع الأستاذة موس، قال يعني من ضمن الأوائل اللي دخلوا اختصاص تاع جيني اندستريال هنا في باتنا. المين ايديا تاعنا هي اليوم انه استغلينا شهر مارس على النساء، درنا اليوم ايفينمون جبنا فيه دو بروفيسور وين جاو يحكيو لنا ليكسبيريونس تاعهم، هما اكسبيرت في الدومين تاعهم، باسكو حنا على بالنا البنات كي يديروا الباك يروحوا للكوتي ميديكال تاع لا سونتي، يروحوا لحاجه دو ليكس جورناليزم ميديا اي تو، بصح حنايا لي زانجينيور شويه، مي كيما قالت البروفيسور موس باللي دوكا بدات شويه تتبدل لا مونتاليتي، دونك ولينا حنايا ثاني البنات داخلين في الدومين تاع الانجينيوري. شفنا بزاف خبره تاع اساتذه، تعرفنا على نادي تاع مهندسي البترول اللي كان في القمة. ثالث حاجة تعرفنا على مختلف المواضيع المطروحة في جانب المؤسسات أو ميدان الهندسة الصناعية. يتعدى شغف المرأة بعيدا عن الخياطة والفن مثلا، فهي تتشارك مع الرجل في العديد من الأعمال والمهن.